السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الحديبي علي سالم، مسير وحدة فندقية بقيم طرفاية. هذه الوحدة فندقية تستقبل مجموعة من السياح من أنحاء العالم على منطقة، ولا نتكلم لكم على هذه المنطقة المتميزة والجميلة اللي أنا أحد من أبنائها، وهي أقدم مدن في جنوب غرب المغرب. تتوفر على كيلومترات من الشواطئ ومآثر تاريخية منها دار في البحر ومتاحف متميزة أشهرها بريد الجوي. وخصص لكم بالذكر منتزه خنيفيس الوطني، يمتد هذا المنتزه على 185 ألف هكتار. البحر وبحيرة وشلالات مالحة ووديان وأنهار وكثبة رملية، ويمثل موقعا بيئيا ويستقبل مئات من الطيور المهاجرة. مرحبا بكم وسهلا في الطرفية.